مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساحات الأرصاد الجوية ترتقب سحب عابرة لظهيرة اليوم، هذا على المناطق الشمالية أو الساحلية الغربية وكذلك الوسطى، تكون مرفوقة بأمطار محلية. أما بالهضاب العليا الغربية وكذلك الوسطى ستشهد بعض السحب بدون فعالية. المناطق الشرقية ستشهد أجواء مغشاة على العموم، تكون رعدية نحو المناطق الساحلية مع احتمال لبعض الأمطار نحو منطقة الأوراس. صفاء تام على شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، وأجواء مغشاة هذا على الجنوب الغربي مرفوق بأمطار رعدية محلية. الحرارة قصوى خلال ظهيرة اليوم تتراوح ما بين 27 إلى 31 درجة على المناطق الشمالية، تصل إلى 37 درجة بشمال الصحراء، لن تتعدى 36 بمرتفعات الهوغار والتسيلي، كذلك بالثورة 37 درجة بتندوف بشمال الصحراء، وال 44 درجة على مقياس بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. خلال ليلة اليوم الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 17 إلى 19 بكل المناطق الغربية، وما بين 21 إلى 23 درجة على السواحل إلى غاية المناطق الداخلية الشرقية، في حدود 24 درجة بشمال الصحراء، 22 درجة بتندوف، 29 درجة بإن صالح وبرج باجي مختار، وترتفع إلى 31 درجة بأضرار. أما فيما يخص حالة البحر لنهار اليوم سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى ومضطرب نحو سواحل الشرقية، هنا الرياح ستشتد إلى غاية 50 كيلومتر في الساعة، تأتي ضمن تيارات غربية تماما تدور إلى شمالية شرقية بسواحل الوسطى وتبقى متغيرة الاتجاهات بسواحل الغربية. أما عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 مساء و 48 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم وإلى اللقاء.